فيديو اليوم رح نتعلم طريقة عمل أسوارة من الخرز، تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفيديو اليوم رح نتعلم طريقة عمل أسوارة من الخرز. معكم عبير حمدان من قناة جوش تيوب. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. الأدوات اللي راح نستخدمها: خرز، مقص، خيط نايلون، رح نبدأ نقص الخيط، رح نستخدم كمان خرزي عشان نعملها هاند ميد قفل للإسوارة. أول إشي نبدأ نحط خرزي من هاي الجهة، خرزي من الجهة الثانية، نحط واحدة كمان جهة واحدة، بعدين سكرها بهاي الطريقة. بعدين نحط هاي الخرزة، راح نستخدمها مع الخرزتين هون. هنبدأ نحط أول إشي في كل خيط، هنحط 3 خرزات، 2 3، هذه كمان 1، هاي 2، هاي 3، بعدين يكونوا بهذا الشكل.
للحصول على المنتج النهائي، أرجو التواصل معنا على صفحتي على الفيسبوك من خلال الرابط الموجود أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك ومتابعتنا لمشاهدة كل جديد، وللقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.